اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل هندي. البساطه والسهوله في الاكل الهندي اللي هو مش مكلف. الناس الطيبين دولت في الريف هناك عندهم، وبرضه في عندهم ناس طيبين. الريف مشهور بالاكلات اللي هي فيها خضروات، فاحنا النهارده هنجيب اشهر الاكلات اللي موجوده في المطبخ الهندي، وهنجيب برضه نوع من انواع الدجاج مشهور في بعض المطابخ والمطاعم الهنديه. ولكن بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، يا شيف مغازي عايزين نشوف الاكل الهندي من ايدك. هو بسيط وسهل، بس احنا متعودين عليك بتعمل الحاجه بطريقه سهله وبسيطه، يعني من غير لوغاريتمات. من الاخر معانا النهارده طاجن الدجاج بالخضار من المطبخ الهندي، يعني من الاخر هيكون هو الكاري العصب وهو البطل في الاكله دي. معانا دجاج ومعانا خضار من ارضنا، اذا كان كوسه ولا جزر، سبانخ، بصل، طماطم وهكذا. معانا الباكوره الهنديه. ايه الباكوره الهنديه؟ من الاخر هي كفته الخضار مقليه، بتتعمل مش بالدقيق، بتتعمل بدقيق الحمص. الحمص لما بيطحن بيبقى باودر زي الدقيق القمح العادي، فبيكون هو العصب بتاع الخضار. البكورة يعني بذور الخضار بالمعنى الهندي، عبارة عن كوسة وجزر وبطاطس. هنعجنهم بدقيق الحمص، في الآخر هنحمرها في قلب الزيت. حاجة لطيفة ممكن نقدمها مع سبايسي من الصوص، أو نقدم معاها صوص طماطم أو كاتشب أو مايونيز حسب الرغبة. أما البسبوسة الهندي بيسموها هناك الرافة الكساري هندي، معلش الاسم صعب شوية، بس أنا هدف النهاردة أبسط لكم الطعم والأكل الهندي. البسبوسة عبارة عن سميد وسمنة، وبتاخد طبعا مكسرات، احنا معروف عندنا كده. احنا هنعمل البسبوسة النهاردة بالسمنة برضو بالبيكنج باودر والمكسرات، بس هنعجن العجينة بدل الزبادي مانجا. يا مانجا، المانجا في الهند مش عايز اقول لكم ايه طعمها، معروف. فطبعا اللطيف النهاردة ان المطبخ فيه تنوع، في طعم تاني، ولكن برضو الحاجات دي كلها موجودة في مطبخك. انا مش جايب حاجات غريبة ولا حاجة، كل الدنيا معايا شوية تمر هندي منقوعين، ومعانا عصير مانجا هيخشوا فيه البسبوسة الهندي اللي اسمها رافارا كساري هندي. هناخد بعدنا فاصل ونطلع صغير ونرجع نشوف أسرار المطبخ واحنا قاعدين في مصر أم الدنيا، وبنشاهد القناة الأولى بنتابع كل مطابخ العالم ونشوف طعمها وشكلها. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لفك الألغاز. باكورة هندية يعني كفتة الخضار مقلية بدقيق الحمص، يعني نقدر نقول حاجة قريبة كده للفلافل اللي هي السورية، احنا عارفينها بتتعمل من الحمص المنقوع ده. حمص معانا، خدنا الدقيق بتاعه موجود معانا. إذا ما لقيتيش دقيق الحمص ده في المنطقة اللي انت فيها، بديل له كوب من الدقيق الأصفر والدقيق الأبيض. تجيبي كوبايه تبقى نصها دي ابيض ودي اسمر، الاثنين مع بعض يادوا نفس الغرض. حلو الكلام، عشان بس ايه ما نكلكعش الامور. دي الحمص البديل له كوب، نص كوب من دي الابيض ونص كوب من دي الاسمر. المقادير على الشاشه: جزر مبشور، كوسه مبشوره، بطاطس مبشوره، عندك سبانخ اهلا وسهلا، عندك مشروم اهلا وسهلا، بصل وتوم، كزبره خضراء. مقادير بسيطة وسهلة. معانا تمر هندي منقوع اهو زي الفل، ده هنعجن بيه العجينة بتاعتنا. المقادير على الشاشة في متناول الجميع. عايزة تحط فليفلة ملونة اهلا وسهلا، يا نعم. المقادير على الشاشة، صوريها بتليفونك او اكتبيها ورايا تاني. معانا تمر هندي منقوع، هناخد السائل بتاعه نعجن بيه العجينة بتاعتنا. ومعانا كمان كوسة وجزر وبطاطس مبشورين. معانا دي الحمص بديل له دي اسمر او دي ابيض، الاثنين مع بعض مخلوطين كوبايه تقريبا. ومعانا توم وبصل وكزبره خضراء متقطعه، حبه سبانخ حط سبانخ، حبه مشروم حط مشروم، فلفله ملونه اهلا وسهلا، فلفل رومي اهلا وسهلا، زي عايزه تحطي قرنبيط حطي، في الباكوره بتطعم القرنبيط، عايزه تحطي بروكلي يا نعم. التمر هندي اهو يا فندم، ده تمر هندي منقوع السائل بتاعه اهوت، هنعجن بيه العجينه بتاعتنا، مش هناخد الكميه كلها. معانا زي الفل. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. معانا الكوسه اهي. طبعا انا بطلع بالحاجه جاهزه، ولكن علشان نكسب الوقت بتاعنا، وقتنا من ذهب على شاشه القناه الاولى. فاقعد بقى ابشر جزر والحاجات دي، ولكن ساعات بيبقى بيتحتم عليا ان انا ايه اعمل الحاجه قدام حضراتكم.
ده الجزر والكوسة كلهم مع بعض زي الفل. وحاجة جديدة حلو. الأكلة دي فيها توم ونعناع وتوم وبصل كتير، وهتتقلي في الزيت. فالطبيعي إن الشيف المغازي يعمل إيه بقى؟ الهنود بقى مش هيعملوا كده. ده نعناع، ده ما يفرقش معاهم ريحتهم كاري، ريحتهم توم وبصل. نركب الباص نلاقي ريحة التوم والكاري طالعة في ملابسهم. احنا بنحط النعناع الاخضر ده، شفت بقى الشيف؟ النعناع الاخضر ده يا عم الشيف بقى فايدته يمنع الريحه. نقطعه كده. ميزه البكوره الهنديه دي الخضار بتاعها بيبقى خشن، ما بنتحلش في الكبه. ده نعناع اخضر. بصلايه حلوه زي دي كده بتتقطع جوليان او شرايح او سلايز بالشكل ده كده. حلو. البصله دي ما تنزلش كده، لازم ندلعها قبل ما تنزل. رشه ملح حلوه على البصلايه، والبهارات بتاعتنا الحلوه على البصلايه. نفركها جامد بعد الفركه دي، بننزلها على اخواتها. ده كاري، فلفل اسود. حلو الكلام. على البصلايه. ليه على البصلايه يا شيف بقى؟ عشان ريحه البصل ما تبقاش جوه الكفته ظاهره. انا مش بحب الموضوع ده. ده كمون، ده كركم، ده كله على البصلايه، كله ده على البصلايه. حلو الكلام. شويه زعتر وشويه كزبره ناشفه وحبهان. توابل كده انا بركبها مع بعضيها، حبهان على كزبره على قرنفل. حلو الكلام. نمسك كل ده مع بعض يا عم الشيف. بصلايه، شفت بقى؟ ده هو ده. مفيش ريحه للبصل هنا بقى خالص. شفت البصلايه خدت لون ازاي؟ هي دي الخبره الطهويه، ده الفكر الطهوي، ده الابداع الطهوي، دي مرحله الابداع، قمه الابداع. لو نزلت بالبصلايه زي ما هي كده في قلب البكوره، تيجي تاكل الكفته دي او تاكلها وهي ماليه، تلاقي طعم البصل بيجرش تحت اسنانك، مش لطيف، واخد سكه لوحده. ينزل زي ما هو كده. يا حلاوه. حلو. ناخد الخضار ده كده زي الفل. تمام. معانا توم. حلو. حطيت لك نعناع يا توم. معانا كزبره خضراء. في قلبيها. حلوه. ايه ناقص تاني؟ كله زي. حاضر يا فندم. فلفل اصفر، الاولاد يحبوا الالوان دي. فلفل ده يتجاب، قطع كده في قلبيها. عايزه تحطي كل انواع الفلفل؟ اهلا وسهلا. اوعي تضربي البكوره في قلب الكبه. البكوره لازم تفرميها على ايدك كده بالسكينه. زي ما انا اشتغلت كده. خضار بالشكل ده. حلوه. هنعمل ايه بعد كده؟ معانا دي الحمص، هناخد دي زي ما هي كده ونقربها لينا. حلو الكلام. دي الحمص اهو. دي حمص بقى زي ما قلت لحضرتك كده، تجيبي الدقيق الاسمر والدقيق الابيض ونعجن. نقلب الاول الخليط ده كده، هيحتاج لسائل. ممكن تعجنها بميه، مش هتقول لا، البكوره مش هتزعل. طب عجنتيها بتمر هندي؟ هتتبسط قوي. عندي زيت بيسخن على النار. حلو الطبق ده، سهل كده ولطيف. عايزاها سبايسي؟ عينيا، حط شويه شطه او فلفل حار زي ما انت عايز. شفت هنعمل ايه؟ عندي فلفله حلوه اهي، باخد شويه كده بايديا. الله. واحط شويه دقيق تاني كمان اهو، ونقلب. عجينه يعني حلوه دي على فكره. الاكله دي ميزتها بقى مع كبار السن. حاضر، كبار السن اهلا وسهلا. سريعه المضغ، سريعه الهضم، مكوناتها، مشاكلها مع الكولون مفيش اي مشكله. احنا ممكن نتلاشى ده بايه يا عم الشيف؟ بلاش الحار، بلاش السبايسي خالص. تمر هندي للعجينه، تقدر تحط ميه زي ما انت عايز. ده تمر هندي. بقت الاكله هنديه هنديه، وابوها هندي وامها هندي واللي عاملها هندي. حلو الكلام.
شويه جوز الهند. خدت اللقب الهندي. اه الله. ونعجن العجينه تاني. عندنا الزيت شديد الحراره. حلوه لها قوام زي اي عجينه. اه هنبدا نحمر دلوقتي في قلب الزيت. دي مش هتتخمر ولا حاجه. بس هقول لك على ملحوظه هنا حلوه. لو استخدمت الدقيق الابيض بتاعنا اللي بتعملي بيه عجينه البيتزا او الدقيق الاسمر، حط شويه بيكنج باودر عشان العجينه هتبقى مكتومه معاكي. لو عملتها بدقيق الحمص خلاص ما تحطيش ايه بيكنج باودر كده، العجينه جاهزه. اه تاني اقول المعلومه دي، والمعلومه دي نتيجه الخبره. حلو الكلام. اه لو عجنت العجينه بدقيق ابيض او دقيق اسمر تعمل ايه يا حلوه؟ تحط معلقه بيكنج باودر. ليه؟ عشان العجينه ما تبقاش مكتومه معاكي. عجنتها بدقيق الحمص لا داعي للبيكنج باودر. لا حلو السؤال ده والله يا مخرجنا. لا يا مخرج انت دايما المشاهدين بيحبوك، بتجيب الاسئله اللي احنا مكسلين نسالها. بيقولوا لي دي الحمص ده يتحط منقوع ولا زي ما هو حصى؟ لا دي الحمص ده بيتباع في السوبر ماركت زي ما هو كده حصى، بينطحن زي القمح. اما لو اتنقع بقى طعميه بقى فلافل. حلو الكلام. اه ده السؤال ده مهم جدا، نروق الدنيا. نعم يا فندم. اه زي البرغل. الله عليك يا استاذه ريحان، حلوه. معانا هنا عمالقه البرغل. الزيت هنا شديد الحراره على النار. حلو الكلام. هنعمل ايه؟ سخنا الزيت. ما تحرجنيش راجل يا طيب. ونجيب معلقه حلوه، والمعلقه دي كمان نعمل ايه؟ نجيب بوله فيها شويه ميه، ونبدا ان احنا نحمر مع بعض. نعم. طب احنا هنشوف مع بعض. بيقول لي هتفك منك في قلب الزيت. وانت بتحمر بلح الشام ولا بتحمر الزلابية؟ ده عجينه فيها اخضار وفيها دي الحمص خالص يا غالي، وما تاخدش بيض. لا الباكوره بريئه من البيض. حاضر. طب نحمر شويه يا فندم، ايه رايكم؟ طيب حاضر 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 يا فندم. أسوأ خبر تسمعه، يا إما الحلقة خلصت يا تطلع فاصل. شفتوا بقى إزاي الشيف؟ عايز معاكم على طول كده. الباكورة الهندية بخفة دم مصرية. بقت باكورة مصرية. يكفي البصل الأحمر الحلو اللي فيها من خير أرضنا. لازم تحط المعلقه في الميه عشان تسلك لك العجينه وتيسر لك الامر. خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف ايه الرفاره الهنديه اللي هي البسبوسه بتتعمل ازاي، برضو سهله وبسيطه. مكوناتها مكونات البسبوسه مع بعض الاضافات من عصير المانجا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى عادل مع البشر في كل بقع الأرض، يعني كل الكرة الأرضية. هي الخضار واحد والبصل واحد والكوسة واحد والطماطم واحد والفراخ واحدة. مش هنلاقي الفرخة في الهند بأربع رجول والفرخة في المكان التاني بثلاث رجول وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى إحنا الفكر هنا بقى المختلف، الثقافة الطهوية المختلفة اللي بتختلف من إنسان لإنسان ومن شيف لشيف ومن ست بيت لست بيت ومن أم بالأم في مطبخها. أنا وصلت الموضوع بطريقة بسيطة وسهلة. البكورة في قلب الزيت بتتحمر، بتفكرني بالكفتة. تقولي بقى كفتة لحمة جمل أهي، شفتها فكت؟ لا، بس أهم حاجة يا ست الكل ما تقلبهاش كتير. أه شفت؟ أه 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 لا هنخليها دي بقى، إحنا بنحمرها وبعدين هنقدمها دلوقتي، بس لازم تتحمر زي ما هي كده مكانها. كتر التأليف فيها يهريها، يعني ايه؟ خليها تفك، يعني دي ما فيهاش بيض،
فسيبها تتحمر كده وانا اقدمها في الطبق دلوقتي. وتقدر تعملي زي الكبابجي برضو، تحط بقدونس تحت منها، تحط كزبره، تحط اللي انت حباه. مفيش اي مشكله. ادي عود الكزبره الحلو اللي اتحط تحت منها، تحت الباكوره. اخبار الباكوره ايه؟ نطلعها. نجيب طبق التقديم بتاعنا اللي عليه بقدونس. فين حطيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على طول نشيل كده ونغرف. بسم الله. تعالي يا باكوره يا حلوة. الله. كفتة لحمة جملي، سميها زي ما تسميها، دي ملهاش علاقة خالص، ما فيهاش لحمة دي، خلي بالك. ولكن أقول لك على فكرة حلوة بصراحة، يعني فيكي تجيبي شوية بسطرمة يا أمي يا أختي يا ست الكل يا ست الحبايب، وتقطعها رفيعة وتحطها في وسط الباكورة دي، تبقى الباكورة بالبسطرمة. ممكن تجيبي لحمة باردة، واللحمه البارده دي يا ست الكل برضو تقطعيها رفيعه كده وتدخليها مع الباكوره، تبقى باكوره باللحمه البارده، وهكذا. بس انا عجبتني اول باكوره بالبسطرمه دي، معرفش جت معايا ازاي. افكار بتيجي، حب شغلك، حب مطبخك، افكارك هتيجي لوحدها، لا تفكري ولا تحتاري. الشيف المغازي هيخليكي تختاري. دي الباكوره الهنديه اهي، الف هنا وشفا. دي عدلها شويه مايونيز او كاتشب، حلو. واحنا قاعدين بنتابع شاشه القناه الاولى الفضائيه المصريه، بنشوف المطابخ العالميه بفكر تاني خالص وبطريقه سهله وبسيطه وبخفه دم مصريه. بنخش نعمل الاكله بخفه الدم المصريه وبدون تكلفه زي المطبخ الهند النهارده، وده بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا وعايزين يعرفوا افكار المطبخ الهندي. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.